السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلوقة اللحم والخضار بطريقة خرافية وطعم لا يقاوم أبدا. عندي هنا في البداية البطاطس، وعندي البروكولي، وعندي الزهرة البيضاء أو القرنبيط، عندي الجزر مقطعهم أنا بهذا الشكل، عندي الفاصوليا لازم تكون عمرها صغير، شوفوا لينة جدا علشان أحصل على مسلوقة جميلة، وعندي هنا الكوسة نفس الشيء صغيرة، عندي الفلفل الأخضر أو الأحمر، عندي القرع. طبعا تقدروا تستغنوا عن البطاطس، اللي ما يحبها تقدروا تضيفوا وتزودوا تنقصوا الخضار حيث أو كيف ما تشتوا. عندي هنا اللحم، عندي لحم خروف كيلو ونص تقريبا او كيلو وربع، عندي البهارات بابريكا ملعقة صغيرة، ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود والكمون، والبهارات المشكلة والملح، الكمون بس ملعقة كبيرة والباقي ملعقة صغيرة. اول خطوة هنا بضيف اللحم على القدر، وضيف له تقريبا لتر ونص من الماء الى 2 لتر، واتركه على النار يطبخ، نار عالية تكون او اعلى من الوسط. بعد كذا بأشيل الشوائب، لأنه هذه الشوائب أو الدم ما تطلع إلا بطريقة السلق، مهما غسلنا اللحم ما تطلع إلا بهذه الطريقة. أنتم بهذه المرحلة تخلصوا من الشوائب، ممكن تستخدموا قدرة الضغط أسهل، أنا هنا عندي وقت بأستخدم القدرة العادية يأخذ مني ساعة، أنتم بقدرة الضغط بس يأخذ منكم نص ساعة، وإذا كان لحم حاشي أو بقر 40 دقيقة على نار وسط. بعد كذا أضيف البهارات اللي ذكرتها معاكم. بهذه المرحلة تقدروا تضيفوا 3 من فصوص الثوم، حبة بصل مقطعة صغيرة، لكن أنا بالطريقة هذه استغنيت عن البصل والثوم، لأنه بهذا المقطع كان غير مرغوب الثوم والبصل. هنا بعد ما استوى اللحم أضيف الخضار، أضيف كل الخضار ما عدا إلا البروكولي والزهرة، لأنه لذتها وطعمها تكون نص استواء وليست استواء كامل، بضيفها بال10 دقائق الأخيرة. أنا هنا بترك الخضار يطبخ ربع ساعة، أنتم بقدرة الضغط بس 10 دقائق، لأنه الخضار كويس إنه يكون ما هو مستوي على الآخر. هنا البروكولي بتركه آخر شيء، وهنا بعد ما استوى الخضار أضيف البروكولي والقرنبيط أو الزهرة، أتركهم بس 10 دقائق. وهنا بعد مرور 10 دقائق صار كل شيء جاهز، شوفوا ما شاء الله البروكولي والزهرة محافظين على لونهم الجميل، وهذا المطلوب، يكون شكل الأكل ومنظره طيب. هنا اللحم شوفوا ما شاء الله تبارك الله، بصراحة ريحة هذه المسلوقة ريحتها جميلة جدا ولذيذة وتفتح النفس وصحية بنفس الوقت، ما فيها زيوت، ما فيها كشنة، ما فيها طبخ، ما فيها تعقيد أبدا. هنا صار كل شيء جاهز، وهذا كان المقطع لهذا اليوم. أتمنى لا تنسوا أخوكم من الدعم والاشتراك، بصراحة ما أنا عارف كيف أشكركم، تعليقاتكم إيجابية جدا. الله يحفظكم، وإن شاء الله مستمرين معكم. هنا بعد ما كل شيء صار جاهز، أصب المسلوقة على صحن التقديم أو الحافظة، ممكن تزينوها بالأخير بالقليل من الكزبرة أو البقدونس. هذا كان المقطع لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.